أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم. ما راح أحكي لكم، اللي بده يروح يسمع ويمشي بالشريط. في عندي شغلة بيهمني إنه الجميع يسمعها، فيا ريت إنكم تسمعوا اللي أنا بدي أحكيه هسه هاد قبل ما ندخل على السؤال وأقول لكم روح اسمعوا الأبراج. أول إشي رد على بعض الأشخاص اللي ما عجبهمش المواضيع اللي أنا حكيتها، اللي طبعا عمرهم ما علقوا ولا عمرهم كتبوا ولا بعرف إنهم موجودين بالصفحة أساسا، والباين إنه هو هذا موضوع الطاقة استفزهم، فهم يحبوا إنهم يدخلوا لأنه شكلي أنا يعني بنكد عليهم أو إني أنا خربت شغلهم أو بفتح عقول الناس عشان ينتبهوا لإلهم أو إلى ما لا نهاية. أنا مش في قلبهم عشان أحكم عليهم، ولكن هذا موضوع ما راح أغير أسلوبي، والحكي اللي أنا بحكيه هذا راح يظل زي ما هو، لأنه هاي أماني أنا مؤتمن عليها بحكيها. اثنين، اللي بيجوا بيقولوا أنت فكك من هالمواضيع وفكك من هالسواليف هاي وتدخلش في شغلة تتفلسف فيها وتكثرش برم وقززتنا وزهقتنا، وخليك في الأبراج الإشي اللي بتفهم فيه. أول إشي أنا حاب أحكي لك نبذة صغيرة عشان أنت برضو أول مرة أنا بشوف تعليقك، أحب أحكي لك وهذا الحكي للجميع، كمان الناس اللي بدهم يخيطوا في هاي الموضوع عشان يشتتوني عن المواضيع الأساسية اللي احنا بنحكيها. أنا هذا تخصصي وقناتي، ومش كاتب على القناة أنا هاي خاصة بالأبراج. وثاني إشي تخصصي، بتقدري بما أنك كنت تتابعيني على الفيسبوك بتقدري تدخلي على الإنفو بتلاقي أني أنا تخصصي كل إشي غيبي وكل العلوم الغيبية، وهذا الإشي موجود هناك من زمان، فتوعديش أنت تحكي أنك بقيتي متابعتني هناك وهسه بقززك أو بقززكو، بتقدر تمشي تسمع برجك وتخلص. اثنين، أنا مش جابرك عشان أنت تتابعيني ولا ببوس إيدك عشان تتابعيني، لا أنت ولا أتخن شنب على وجه الأرض. اللي بده يتابع يتابع، اللي بدوش يتابع عادي جدا، بيقدر يكبس بلوك ويحضرني وما يتابعني بكل بساطة. فأنا يا ستي إن شاء الله بدي أقلب بيض على قناتي قبل ما أحكي الأبراج. أنا حر، قناتي مش قناتك، أنت ضيفي عندي، أنت جاي تسمعي تاخذي الإشي اللي بدك إياه جاهز، كيف انعمل وليش انعمل وشو بعمل وكيف بعمل أنا وشو بقدم في قناتي. أنا حر، ما عجبك كل القر هاد، في كل بداية حلقة بقول مشي الشريط من تحت وروح اسمع برجك بكفي، مش مجبر أنت تسمع كل الحلقة. في ناس بدها أول الحلقة أهم من الأبراج، في ناس بتدخل بتسمع بداية الحلقة وبتسمعش الأبراج، في ناس بتسمع بداية الحلقة ووسط الحلقة ونهاية الحلقة. بس أنا مش تحت أمرك، ورأيك ما بعنيني. لو أنت من الأشخاص اللي بغلبوا حالهم كل يوم وبكتبوا لي تعليقات وبشوفهم نشيطين معي وبفتقدهم لما يروحوا، يجي يقول لي لو سمحت بس في النقطة هاي أنا انتبهت لها، باخذ برأيهم. ولكن مش أنت مرحبا جاي تنتقد، واللي بيتقزز وبيقز مني ما يسمعنيش عادي، يعني حفاظا على مشاعره، أو أعصر لك ليمونة حامضة عشان تتقبلني، مش راح أترجاك يعني. أما الموضوع اللي أهم من هذا كمان، إنه أنا قززتهم في الدعايات. يعني أنت حكيت إنك بتاخدش مصاري وبتساعد الناس ببلاش وبتتقاضاش أجر واستشارات ببلاش، وجاي على اليوتيوب وتحط دعايات كل دقيقتين ونص ومش عارف ايش. والله تفضل اشتري لي مايك واشتري لي مكسر واشتري لي كاميرا عشان انا اقدر اسجل الحلقات هاي، وعشان انا اقدر احطها على الهواء، وعشان اقدر اصور فيديو، عشان انا ما اعملش دعايات يعني. فانت بتكون يعني جبت لي المواد او الاجهزة اللي انا بداينها او بستأجرها عشان انا اسجل الحلقات هاي. فإذا أنت مزعجتك الحلقات الدعايات يعني وبدك إياني ما أحطش دعايات، فتفضل أنت أصرف، أعطيني ثمن الدعايات هاي وأنا ببطل أحطها، ليكون أنا بدي أفتح كمان، يعني أنت كشخص أجي أطول من جيبتي وأعطيك مصاري عشان كمان تحضرني أو عشان أنت تسمع الحلقة تاعتي. فهي الدعايات اللي بتيجي بتطلع مصاريف الأشياء اللي أنا بقدمها بس، يعني ما بتجيب لي مليون دينار في اليوم يعني. ولا عندي قصر أنا وكرميد أحمر، ضل عندي أكم من كرميدة بدي أركبهم على حساب أكم فيو اللي بيجني، يعني 7000 فيو. شو 7000 فيو؟ شو بنحسبن؟ تعرف أنت قديش بجيبنش دولار هذول؟ مع الدعايات يا سيدي خليهن يجيبن 5 دولار 6 دولار. إيش يعني بتفكر مليانة أنا يعني؟ ولا غيرت كوشوك السيارة؟ عادي جدا، اعتبر حالك بتحضر مسلسل على أي تلفزيون بيجيبوا دعايات بيقززوك صحيح، يعني دير عني شوي أو مشيها شوي هيك يعني، أو اسمع اللي بدك إياه أو ما تسمعنيش يا أخي. أما بالنسبة للموضوع اللي إحنا حكينا فيه في الطاقة، فأنا أعتقد إني حكيت إنه في ناس كتير راح تزعل مني، وموضوع الملح برضو حكينا إنه في ناس راح تزعل مني لأنه بوجع شوي الموضوع، خصوصا الناس اللي بتشتغل وبتتكسب من وراء هذا الموضوع بآذيها هذا الموضوع. واثنين، أنا ما حكيت إنه الملح هذا ما إلوش فوائد، يعني مش يقعد الواحد يسمع وما يفهمش ويقعد يحلل. فيا بتسمع وبتفهم وبتعيد وبتفهم، يا إذا ما فهمتش عادي ما تعلقش يعني، ما تكتبش عشان ما تتبهدلش يعني. موضوع اليوم حكيت أنا وعدتكم إنه أحكي لكم عن كيف الواحد ينظف الطاقة السلبية اللي موجودة عنده أو يطرد الطاقة السلبية هاي، وبالملح عشان ما حدش يجي يقول لا أنت هيك، يعني شوي بدهم يصيروا يفهموا إنه كأني أنا بحرم الملح. لا، أنا حكيت إنه الملح له فوائد، ولكن الفوائد هاي ما إلها علاقة بالإشي اللي هم بيحكوه. أفضل طريقة لتنظيف الجسم من الطاقة السلبية هي مية البحر، يعني تنزل على بحر أو مكان فيه بحر أو نهر جاري وتغتسل في ميته. 2، مية المطر نفس الإشي، بتنظف طاقتك وبتشحن جسمك بطاقة عالية وبتعزز الطاقة اللي موجودة عندك. دي يجي واحد يقول لي لا كيف، أعطيني دليلك. بقول لك من القرآن الكريم: وننزل من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان. أما بالنسبة للملح فهو كما هو معقم للجروح ومعقم للجسم فهو معقم أيضا للطاقة. وطريقة استخدامه مش إني أنا أروح أنقع حالي ببانيو أو أنقع حالي بمي وملح وليمون وخل ومش عارف إيش وهالحكي هون. لا، هي بتتطلب إنه أنت ملح بمقدار 2 ل 3 معالق تحطها في 20 لتر، بتعقمها للمي هاي، بتديرها على جسمك، فأنت بتغسل جسمك في مية الملح. احنا هاجمنا اللي بيحكي رش في الزوايا ملح، رش على الحيطان ملح، لأنه هذا ملوش علاقة في كل المواضيع هاي. عندك صداع، حاسس طاقتك سلبية، بدك تشحن جسمك، بدك تنظف جسمك من الطاقة السلبية، شوية ملح حطها في كفة ايدك في اليمين وفي اليسار شوية وسكر ايديك عليها. وعشان تنظف كمان بزيادة اقرأ آية، اقرأ سورة. أقول لك اقرأ أي سورة من القرآن، اقرأ الفاتحة، بس بدي أقول لك كيف تقرأها. اقرأها وانت مغمض عيونك، وتخيل انك بتكتبها وانت بتقرأها، تخيل انه كل حرف بتلفظه انت بتكتبه في خيالك في مخك من جوا هيك. وشوف بعد ما تقرأ، حتى لو قرأت أصغر سورة الإخلاص، شوف الطاقة اللي انت بتشحن جسمك فيها وكيف بتنظف الطاقة السلبية اللي موجودة جواك. وجربوها واعطوني برضو، اكتبوا لي في التعليق زبطت معكم ولا ما زبطت معكم. بدك كمان في طرق كثيرة لتنظيف الطاقة. عندك طاقة سلبية في راسك، عادي تجيب لك شوية كيس في ملح، او بلاش كيس، قطعة قماش، قماشة، وحط لك فيها 2 معلقة ملح، خشن مش خشن، بحري، جوي، صاروخي، 2 معلقة ملح، وسكرها، خليها هيك مثل المدورة الصغيرة هاي وتمدد وحطها بين عيونك على جبهتك. وبرضه تخيل انك بتقرأ في سورة من القرآن او اقرأها وتخيل انك انت بتكتبها، وشوف انت الشعور اللي انت راح تحسه بعد ما تعمل هذه الطريقة. في طرق كثيرة لتنظيف الجسم من الطاقة السلبية، ولكن هذه أبسطها عشان ما تتكلف وعشان ما تخسر فلوس وعشان ما حدا يتحكم في حياتك انه هو اللي عنده المعجزة وانت ما عندك ولا اي اشي. بدك كمان طرق؟ اذا بدكوا كمان طرق اكتبوا لي تحت في التعليقات انه بدكوا كمان طرق، انا راح اشرح لكم طرق كثيرة يعني. خلينا نروح على توقعات اليوم. بالنسبة لتوقعات اليوم الأربعاء 5/2 القمر موجود في الجوزاء في منزلة الذراع. منزلة الذراع جيدة وصالحة لكل شيء، وحكينا بالنسبة لتأثيرات القمر على كافة الأبراج لما بكون القمر موجود في الجوزاء، إنه هاي في الفترة بننشط بالاتصالات، بنشعر بعنصر الحركة، بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية، يعني بنكون نشيطين جدا. بتقلب الناس من حوالينا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد، بصير صعب تصديق كل الوعود أو الكلمات اللي تقال. علينا إنجاز اتصالاتنا المهمة من رسائل أو مكالمات أو غيره، وبوسعنا في هاي الفترة الانضمام لنادي أو دورة دراسية أو لغة جديدة، يعني أي إشي له علاقة بالنشاط الفكري. بالنسبة للزوايا الفلكية، أول زاوية فلكية راح تتشكل هي تقريبا بعد الحلقة، زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتون. هاي الزاوية راح تكون الساعة 7:49 بتوقيت غرينتش مساءً، تجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع، وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا، ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين. أما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمريخ، راح تكون الساعة 5:07 بتوقيت غرينتش صباحا، بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني، بنكون بحاجة للهدوء والتحلي والصبر في أي مسعى إحنا بنقوم فيه. يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد، واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب. أما الزاوية التي تليها هي زاوية تسديس بين كوكبين نعتبرهم بطيئات شوي. هاي الزاوية مدتها بتدوم 4 أيام تقريبا، وهي زاوية إيجابية بين عطارد وأورانوس. هذه الزاوية تبدأ الساعة 9:42 ظهرا بتوقيت غرينتش. نشعر بطاقة كبيرة إنه إحنا بإمكاننا إنه نتجه بأكثر من مسعى أو اتجاه في ذات الوقت، ويكون عندنا نشاط كثير كبير. بتعزز قدرتنا العقلية وبسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا، وبنشعر بالثقة وبقوة الحدس الموجود عندنا. أما الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة، راح تكون الساعة 2:19 بعد العصر بتوقيت غرينتش. أكثر المتضررين هم اللي عندهم مشاكل عاطفية، وبيتجهوا عشان التنفيس عن حالهم لصرف النقود بإسراف دون حساب. وبعديها هاي مباشرة، يعني في تمام انعقاد هذه الزاوية يبدأ خلو المسار. خلو المسار راح يكون بكرة الساعة 2:19 بعد العصر بتوقيت غرينتش، يعني الساعة 4:03 بتوقيت الأردن، وراح يستمر للساعة 7:02 مساء بتوقيت غرينتش، يعني لغاية بعد حلقة بكرة الساعة 9:02. بكرة برضو يعني الحلقة بكرة رح تبث وخلو المسار قائم، فعشان هيك بكرة رح نستكمل خلو المسار وانتقال القمر للسرطان، ونكمل بالزوايا تاعت بكرة. بالنسبة لعمر القمر، القمر المحدب 12 يوم في تمام الساعة 11:21 ظهرا بتوقيت غرينتش، بصير عمره 13 يوم، نسبة الإضاءة بتكون 80%. بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم، الشمس في الدلو لغاية 19. 2 المزاج ممتزج، القمر في الجوزاء حتى 5/2 المزاج ممتزج، عطارد في الحوت حتى 17/2 برضو المزاج ممتزج. 17/2 مش تاريخ انتقاله، 17/2 تاريخ تراجعه. بالنسبة للزهرة في الحوت حتى 7/2 مزاجها سعيد، المريخ في القوس حتى 16/2 المزاج سعيد، المشتري في الجدي حتى 14/5 المزاج سعيد، زحل في الجدي حتى 11/5 المزاج سعيد، أورانوس في الثور حتى 15/8 المزاج سعيد، نبتون في الحوت حتى 23/6 المزاج سعيد، وبلوتو في الجدي حتى 15/4 المزاج سعيد. وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل، بتنشطوا في السفر والاتصالات والامتحانات والدراسة، فترة إيجابية، هاي فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها، ما تتهرب منها، ممكن يتغير الوضع لصالحك، شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض، بتكثر عندك الزيارات والتنقلات. برج الثور، بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم، تجنبوا النفقات، ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية، بدك تتجنب نزوات التسوق، حاذر تهديد الاستقرار المالي أو التقلبات المالية، ورح تنشغل معظم اليوم في مسائل إلها علاقة بالمال أو المالية أو الفواتير أو الدفعات على أنواعها. برج الجوزاء، انتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها، تلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ، بتواجه الواقع بمنطق وعزيمة، وبتتلقى جواب هذه الفترة، وبتتوضح لك بعض الأمور بانتظار لقاء أو مرحلة جديدة خلال هذا النهار. برج السرطان، ينال التعب منكو لليوم الثاني على التوالي، ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل، انتبه كثير لغذائكم وراحتكم، ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات، خذ قسط من الراحة لأنه لسه برضو القمر ما انتهى، فاللحظات صعبة وبدك تدير بالك طول اليوم من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي. ضل بكرة وبنتقل القمر لعندك وبتتغير كل الأمور لصالحك إن شاء الله. برج الأسد، بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء، هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم، ما رح تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحد إنه يساعدك، استشير أهل الاختصاص، أنت بالفترة هاي بحاجة للاستشارات، بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة تأييد أو دعم لقضيتك، لا تستسلم، أهم إشي إنك تتفائل بالخير، واستغل اليوم لإنجاز كثير من الأشياء لأنه راح ينتقل القمر لبيت متاعبك، فالفترات القادمة راح تكون صعبة شوي. برج العذراء، حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل، قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ، بدك تكون على قدر المسؤولية ولا تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحد ما، خلي خجلك على جنب هيك وعبر عن رأيك بثقة وجراءة، وتجنب الكلام الجارح أو المؤذي. برج الميزان، اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة لازم يستعد بشكل جيد، هاي فترة حافلة بالنشاطات، ابحث عن الحلول اللي بترضي الطرفين، ممكن تضطر للتراجع عن موقف معين، بتكثر الانشغالات الإدارية، ولكن بدك تدير بالك وتحاذر من المتاعب الصحية. برج العقرب، ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة. سارع لترتيب الأوراق والملفات. تحتاج إلى خبرة أحد لإنقاذك من ورطة أو لمساعدتك. أهم إشي إنك ما تكون وحيد، وأهم إشي برضو إنك ما تتقوقع على نفسك. شارك في كل الأنشطة وبادر لتصحيح الأخطاء. برج القوس، بوسعك وتعزيز شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة. هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات، ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة. من أصعب أيام الشهر، لا تخالف القوانين وما تكون ساخر. برج الجدي، واصلوا أي عمل كنتوا بديتوا فيه من قبل، ولكن برضو بدكوا تنتبهوا لصحتكم. القمر الآن موجود مقابلكم مباشرة، يعني شوي بده يصير بالسرطان، هو موجود في بيت الصحة بده يصير بالسرطان مقابلكم تماما، وبالأسد. ففترة مقابلة القمر دائما بتكون الطاقة ضعيفة. حاذر من أي تراجع صحي، باكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك. باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك. برج الدلو، ما رح يتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا حتى خلال هذا النهار. بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات، وبتتحسن الأجواء نسبيا. ممكن تعيش فرحة ونجاح، لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبابك. ممكن يفاجئك أحدهم بالوقوف إلى جنبك، فأهم شيء أنك تكون إله شاكر وما تنسى رد الجميل. برج الحوت، بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة. ما زال القمر موجود في بيت البيت، أهم شيء أنك تخصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة. ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص، ممكن تعاني من سوء التفاهم والشك. هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم، والله أعلم. يا رضا الله ورضا الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.